وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحب الساعة فحل المتابعين أيها الجميلين الرائعون المتابعون المغامرون الخليليون، إيش حالكم؟ شو أخباركم؟ مرحبا فيكم في داون أوف ماين، داون أوف مين، داون أوف مين. المهم ما علينا، خلينا على السوالف. زين، ما عندنا نهر يا جماعة الخير. هذا هو النهر. اللعبة جديدة طبعا، وكذا مرة أنت قلتوا لي العبها وما كنت قادر العبها يعني لاخر. انتوا عارفين الشغله يعني، ولا داعي اقولكم انا في نهايه اليوم يعني. بس اليوم بنلعبها ونبغى نشوف شو نسوي. انا ما اعرف سالفه اللعبه، فسامحوني اذا كان فيها سمك سمك سمك. لحظه، ما اقدر اشوف ايوه اقدر اذكرك، اقدر اذكرك صح. شوفوا السمك سمك 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 سمك. اول شيء من كل لعبه احنا تعلمناه ان يا جماعه الخير، تعرفون شو النيب؟ النيب سمك، وهذا على ما شفته انا. ايوه، يقدر يصيد من منطقه اللي يقدر يصيد من ثلاثة. يا سلام، يقدر يصيد من ثلاث مناطق. بنحط له عاملين على قول يا حبيبي. خلاص انت، خلصنا، قيمنا اللعبه. انزين، ونبه مش هذا الصيد. في عندنا بلو بيري اكل. انزين، هذا معناه اللي انا محتاج استكشفه. واحد من الشغلات اللي لازم استكشفها، ايوه هذا المايلستونز. شو لازم اسوي؟ هانتنج اند جاذرنج الى اخره. الاف 1 الكنترولز، اف 2 ستاتكس. اقدر احصل كل شيء هنا. نايس. يا الريسورس نايس. والله فيها تفاصيل جميله اللعبه يا جماعه الخير، تفاصيل جدا 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 جميله يعني، حاجه من الاخر. بس الشيء اللي يجمد على الشانل انه هو اوكي، هذا اقدر احط لي جنرال. نايس. اروم تقريبا اتابع كل شيء عندي. نايس، شيء فنون، وايد حلو. في حد قاعد يصيد هنا الحين؟ وين يسار هذا؟ انا شفت شيء يستوي. ايوه، في علامه كاميرا. شوف نايس، كيف تصيد؟ بتجيب شيء ولا كلام فاضي؟ وين؟ ما تشوف سمك اصلا. نحطوا لنا سمك شيء. يا سلام، ادري شو بتقول الحين خليل. ترانسبورت فيبر. لا، ما بتوقف ترانسبورت فيبر، لا تخافون، لا تخافون ابد، تكون شغاله بعدها. انزين، الحين الشغله اللي نبغى نسويها، ما عاد انا وقف اللعبه، ابى ابني شو عندنا؟ نقدر نبني بيوت. انا هذا التصميم تعبان، مش عايبني. شو اقدر ابني اول شيء هني؟ لحظه، اقدر ابني هذا يقصون فيه، ما اعرف شو يسوي. كم واحد احنا عندنا؟ عندنا 7. بنسوي 3 4، بنفرض انهم هم يسوون. نبى حد يصيد. انزين، نبى حد يصيد، لازم نعطيه الودن هاربون صح، والودن سبير. اكيد بنروح قنص. عندنا شيء نسوي فيه ثياب؟ عندنا جلد. عندنا كيف ما عندنا؟ لحظه، هذا روسكن. انا تني شفت يبغى شيء ثاني. هي يبغى شيء ثاني. زين، هذا معناه لازم شو نسوي؟ ريسايكل، شنو؟ كرافت سنتر. اوكي، مو مشكله. بيلد ريسورس ستورج. عندنا ستورج، تخزين. عندنا خيمه تخزين. عندنا وود بايل. هاي شو هذا؟ وود بايل. اوكي، خلينا نسوي مكان حق التخزين من الحين بروح. اوكي، على اساس ما نتوهق سالفه كل مره. نزيد. لحظه، ستورج. بحطي روك. هذا روك حصى. انه الحصى تخزين، وبنحط تخزين خشب، وبنحط خيمة، وإن شاء الله يكفينا المكان. نحط لنا خيمة. نايس، سووا فيها خير، كتبوا الاختصارات في الشاشة. تعرفون انتوا هالألعاب، أخاف ما حد يقدر يمر في الوسط. راح أسوي بالطريقة هاي، الطريقة هاي. أحس المكان زين حق خيمة هني. نايس، قام يبني. الشيرة ليش مرة مقصة؟ يبالتك. كان في تك 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 تري هاي. ايوه، هاي شوي شغله تغث. زين، في حد هنا قاعد يشتغل؟ ما حد قاعد يشتغل. ليش؟ خلنا نسرع اللعبه. لحظه، ليش ما عندي حد قاعد يسوي هاي؟ في اوكي، كاتنج تول. هذا مخزن. شو بعد عندنا نقدر نسوي؟ كان في برودكشن وسبريتشوال. شو هذا؟ فشل سبيرتشوال. الحين هذا سبيرتشوال، هذه تنفع الروحانيه الحين؟
والله كنت بنحطيه عند النار شكله مال بوذا وربع زين. هذا شو ريسايكل؟ او اقدر اسوي له ريسايكل، ارد استعمل السامون اللي فيه. نايس، وي هاف نو فلنت. فلنت كان شو؟ لحظة دقينا التاب مقالات ما ادري منو عندنا فلنت. هذا مرة مظني اذبحها، ما عندي اسهم للحين، لا عندي سبيرس. بس تعرفون شو اول شيء ابا اجمع؟ الموارد اللي موجودة في المكان اللي هي جاذر ستكس. اوه شي ستكس وايد هني، نايس هني ما شي ما شي. تشوفون العلامات الصغيرة هاي ستكس اظني. المهم دق واحد هني، كم واحد يشتغل هني؟ واحد بس، واحد ما نبغى غيره. ونبى نجمع نفس المكان هنت، ما باهم هنت الحين، لان هنت الحين احس وايد بدري عليهم. اوكي هذا ستك انزين، هاي ياس يجمع ستك. تشوفون ياس يجيب لنا ستك اساس انه يبنون. بس الحين نشوف بسوي كولكت هارفست وايلد بلانتس. في وايلد بلانتس هني، اوف هني شي كميه حلوه. خلينا نحطيه مكان استراتيجي لحظه. ايوه نايس، الحين كل ما بيطلع شيء هني بيشلونه. نبى اوبتين فلنت، في فلنت. شيء فلنت لحظة، الحين فلنت احس انه ما له داعي حتى انه يسوي له منطقة كاملة حق اثنين فلنت. هي قادر هذا بدق عليه، وين صار الفلنت الثاني توه قدامي كان؟ هذا قادر، هذا فلنت الثاني. اوكي نايس حصلته. انزين والحين نبى اشو اوبتين ستون. ستون اظني نفس الحركة، لا ستون هني وايد، فبحطي لهم يشلون الستون اللي هني زائد ماين ريكوير سبيك. او ما عندي معدات، ما عندي معدات. انزين عندي سمك شيء. اح شو هذا جايني؟ يوني دب. روح لا تهجم على حد. والله قلت بيهجم علي الوسخ، والله زيغني الصراحه. لحظه زغت. زين انا الحين اسا افكر في اللعبه، يعني شو قاعد اسوي؟ سكن دراير كرافتر هيرث، يقول هذا مكان نطبخ فيه والى اخره. هذا موجود عندنا واحد جالس يطبخون فيه، اوكي ما عندك مشكله. وعندنا كرافتر بليس كرافت تولز اللي هو هذا قاعد يسوي لنا تولز من الصبح. وسكن دراير بنصيد شيء اكيد صح، الا سي وزي صح، سي وزي هي روتيت. سكن دراير بنخليه وين على اساس انه يكون مرتب؟ لحظه واو حمير. ما كنت اسبهم يعني بالصدق حمير. انا حطي الدرايرز. لحظه هاي اقدر اصيدهم؟ والله اقدر اصيدهم. روم اصيده، خلي اصيده. نبى لحم. والله ذبحوه. لحظه نايس، شكله بيكون شيء حلو. لحظه اذا هجموا على واحد هل كلهم بينهجم عليهم ولا كيف؟ خلنا نشوف. هذا الحمار الوحشي تعال، وينهم؟ ليش ما حد جاي يصيد؟ لحظه شو قاعد يسوي؟ وودن سبير كله قاعد اسويهم يعني في الدور. وودن سبير سوي اثنين كاتنج بعد واحد مال فيشنج. نبى نحط شويه ثياب في النص. اوكي ما حد بيصيده، وين اللي بيصيدونه؟ هذا بيصيد ولا شو قاعد يسوي هذا؟ جوينج افتر ويل دونكي. هذا بعد منو؟ بس بروحه؟ معقولة؟ لحظة شو يسوي؟ شو عجيب، شفتوه شوي ونه والله يصوب. روح فيه. من الصبح قاعد امدح فيك، الحين نبت العيد ليش؟ يقدر يجيبه ولا ما بيقدر؟ ويل يا وين صار؟ ويل 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 ويل. تعال 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 خلاص ابو ترجع. كيف ارجع هذا؟ ولا بيجيبه؟ قراب بعدنا ولا بعيد؟ وين خليتي هذه؟ خليتي هذا لوين وصل؟ خيبة يا حبيبي والله. يا بتصدقون ذبحه. شوفوا عندنا حمير غير. شو حمير قاعد ياكلون فيه؟ تعال قطع يا حبيبي، ادخل الحمير ياكلون فيه. موارد ببلاش هاي. نبى جلد منهم. كم بيعطيني؟ حبتين جلد حبتين لحم. نويس، نذبح حمار ثاني.
حمار في نقطة الحمار الحمار اللعبة شو الحين مغامرات ولا عاد ولا نسيت البنا والله بذبح الأنثى نفس الحالة أو اثنين هالمرة يلحقونها رجال وحرمة كفو كابلز كابل هانتنج هذا طا 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 الحين يقول يا اخي اللي اخترب مره واحده قام يراونه كله صيد حمير والله راح يخرب بيتك كيف حاطرينه خلاص لا تصيدونه خلاص غيرت رايي لحظه احنا كم واحد عندنا شو المانجمنت مالنا شو السالفه لحظه شو كنا قاعدين نبني نحن زين كيف نزيد البوينت ويت ويت كيف نزيد البوينت عندي اربعه يبالي واحد زياده بالي واحد زيادة فود دراينج أي شيء فيه أكل على طول إنزين فهذا معناه مايلستون أنلوك تانتنج أند جاذرنج نوليدج أوكي نايس إنزين هذا معناه تعرفون شو يبالي يبالي أرفع دراير سكن دراير ويبالي أحطي توي شفت مال السمك وين راح لا مش هذا برودكشن لا هذا اللي توه كنا على اساس دراير ثاني اوكي قلنا نسوي صفطه تنشيف جلد على يمين وعلى يسار المخزن حسب يكون كشكل حلو يعني هذا مقابله ولا مش مقابله مقابله نايس 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 قلنا نسوي له روتيت اني بواحد اخير ما اعرف يمكن وايد يعني لكن تعرفون شو نبى المخزن شو ناقصنا حق المخزن دراي سكن فمعناه لازم نسوي درايرز نحن على اساس شو نسوي مايلستون انلوكت جاذرنج اند هانتنج نوليدج هذا وين اوكي هذا لاني يمكن صدت شوي حيوانات فاعطاني المايلستون هذا انلوكت اللي هو انا اظني نفس اتشيفمنت ولا انجاز نسويه على اساس نستورج لفت مشكله وين مشكله انا الحين ابغى اسوي اللي هو هذا الدراير ليش على اساس انه يشوف الجلد لان اشوف المخزن من متطلباته بس انه اربع حبات جلد والجلد اللي عندي مش جلد ناشف جلد عادي فنحن لازم نجيب جلد ناشف شوي ويمكن يمكن اسوي بيت ولا اثنين خلي الناس تي هاي شو اح لا 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 ابوي لا تصيد هاي انا اللي قاف الزايده يا خليل سير او اني متعنتر وسير وشو محتاجين والله محتاجين شغلات زياده بس كم سبير عندنا عندنا سبير ناقصنا نبغى ثلاثه غير خلي كل حد يكون عنده سبير اوكي اوكي استوى الدراير مالنا علقوا جلد عليه على طول شوفوا هني شوي بدائي اوكي نوليدج نايس طبعا انلوك سلينجينج هذا يجيب حيوانات الى اخره تانينج هذا اظني اللي هو تنصبغ فيه الجلود خليه لي اول شيء نبغى مال السمك اول شيء اكل موارد اكل خلينا نبطل اللعبه شوي ونحطي برودكشن نشافه منو اذا يستوي هني والله زين بس شكله مو بيستوي أبا صوب البحر نوعا ما الناس تمر عليه يعني واحد هذا مو مشكلة أزيد لأنها تخزين أكل فن بس أظني الأكل من ينشف أصلا بيدخلونه وين المخزن فبالتالي كان أكثر من اثنين خطوة سيئة بينهم مسافة حلوين وعندنا مكان نشف فيه جلود وهالسوالف بس بعد الصيد شيء أساسي انا عيبتني شغله الصيد ترى نستورج رفت والله ذلوني ذل في نستورج رفت اشوف عندي مجفف عندي حبتين مجفف من يخلص حبتين غير خلنا نعطي اكس 8 لحظه شوفوا هذا المايلستون اللي تو من ساعه فتحناه باقي لنا 1 2 3 4 الى اخره 9 زين الحين اللي نبغى يجيبوا لنا اثنين اوكي يابوا اثنين يبنون ستورج على اساس اي شيء يزيد عندنا يعقونا في الستور محتاجين ستور بشكل عام هل شو قاعد يجيبوا لنا لحمه نايس هذا هذا شو سالفته بشوف سالفته ناقصنا خشب هذا ما يستوي قطع خشب لحين لا ما يستوي ممكن قطع خشب يعني زين هذا منو بيبني يا جماعة ألو ألو شو عندي جلد ناشف عندي واحد
ولا جبتوا سامونه خلاص. بندنج ماتيريالز اثنين، عدد اثنين جلد. اوكي مو مشكله. في حد يصيد هنا اهم شيء. اوه خلصوا السمك. شو اها في جروب مرمى هني شكله بيستوي الصيد الحين. عيبتني شغله الصيد انا. كان عندي جلد وايد انا، وين صار؟ تعالوا انا خليته يسوي ثياب ليكون يخلص الجلد مالي. اي والله اظني خلصت الجلد انا. وضع بسيط. لحظه هذا ليش اخضر؟ هذا فواكه. خلينا نشوف هذا. لحظه لحظه يا يب، ما حد علمك كيف تصيد؟ شو ايه يا يجمع شو اسمه خشب حصى ايش اسمه عصا عصي هذا خلاه. نبى حد يصيده هذا، تعالوا صيدوه. هذا يا يصيده شوفوا. والله الصيد في اللعبه هاي متعه. بس بيذبحها على طول ولا ما بيذبحها؟ خلينا نشوف. ميسر ايه عجيب عجيب يقتربون. شوفوا بالهدوء بالهدوء بالهدوء. شوف شوف بينك احاول اتبعك. هذا هذا تشوفونه ويضربه. ركض وراه ركض تير. يخرب بيت الخيل انا ما حصلت اصيد الا خيل. والله ما يجيبونه تعبانين بعد. من يركض مسافه معينه ما يلحقونه. نايس احسن، لان اذا لحقوه بيجيبون العيد. انا ما اعرف وين بيروحون انا. يلا دل قريتي وين؟ هذه قريتي شوفوا. بعد مسافه معينه ما يلحقونه. بس نبى حيوان هني سهل. شو هالاحمر كله هذا؟ والاسد هذا ما حصل مكان الا عند بيتي. ابوك ابو ابو ابوك شو يسوي الاسد الحين؟ والله ابتلشت في الاسود هاي وما سوينا مخزن ما سوينا شيء. سويت كل ثياب على الفاضي. والله بعد هاي ما اقدر عليهم. ها شو ايرون اور حديد شيء. ها ما شيء حل الا اني خنزير، الا اني اجيب مكان بعيد يصيدون. ما عندي مشكله الحين. بس اللي راح هبل هذا هذا ادلت فيميل. ما في حد فيهم شيء بيكون اظني يتكاثرون. هاي العينين بيصيدون. شوفوا الخيل وضع صعب الصيد صراحة. طيب كيف عرف انهم جايين؟ ربيته كيف حطري له ذبحوا. نايس هاي ما نبغى نذبحهم. ما بتحرش في البايسون والثيران الحين. بس اللي اباه يشلوا لي جلود ويبونه. وين يبونه؟ هني. ليش؟ لان هني ناقصني كم حبتين جلد. انزين ايوه وعندي واحد هنا. هذا 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 يصيدونه. نايس شوف 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 يولا يولا بيصيدونه. بس يمشون طريقة غريبة تصدقون. وين اللي بيصيدونه زين؟ اخر مكان ثاني طلع. خيب لحظة تعالوا هذا تعالوا هذا خلاص. هذا ناقصنا اكل اظني. مو مشكله بنجيب لك اكل. كله صعب. في ليون هني في اسد في مشكله. اذا ضرب اسد بالغلط راح تكون مصيبه المصايب. تعرفون شو مصيبه المصايب؟ خلينا نشوف النشافه هي. شوفوا يسيبون عليها اللحم يبون عليها السمك وايد حلو. اوكي نايس. سمعت صوت. انا مشكله اخاف هايل يوهقون اعمارهم نحن نتوهق وياهم. هذا البيت كم واحد يشيل؟ سبعة صح؟ بيبل كم ناقصني؟ ناقصني بيت. لحظة خلنا نبني بيت. ريزيدنس سكان تنت قلنا زي وسي. زين لا بنسويهم قابل بعض. التشكيلة الأساسية شو يانا مطر؟ شوف ترى ما عندنا لا أكل ولا شيء. وكيف تنشفون جلد في المطر؟ سؤال. والله وصلنا ست جلد، ست حبات جلد. يبالي اسوي مزرعة، يبالي خطط المزرعة. لحظة عندي سبع نقاط. ليش ما ابدا؟ سبريتشواليتي. ها شو؟
هذا تولز بون تولز. اوكي انا اظني عندي عظام لانك يا صيد من الصبح. خلنا نسوي بون تولز. اوكي خلني هني. ايوه بون سبير اثنين. لا ما بهذا ما بهذا ما بهذا ما بهذا ما بهذا. اوف زين ابا محتاج وودن سبير. كم وودن سبير عندي انا اصلا؟ عندي 5. ما ابغى هاي الكلهم. خلي ازيد الخشب. ابغى هذا ابغى هذا تقطيع شوي. يوين الشتاء والله يستر. عنا 10 عنا 10 لحم. ويالس ابني بيت حق الشخص الاخير اللي ما بنيت له بيت. فاذا بنيت بيت حق الشخص الاخير الحين شو اقدر احط ستاتكس هنا بعد؟ animals الى اخره. ترانسبورت في ترانسبورت صح في ديفنس في فود شارت. فود شارت انا حاط لنا الصوب الثاني ما له داعي هني. استرو شارت ما نبغى الحين ما نبغى هالسوالف كلها تقريبا. منزين الحين نبغى هذا حد يجي هني يصنع. خلنا نشوف منو يصنع هني. في ناس تصنعه نايس. اللعبه والله جرافكس مالها حلوه وايد. و اللعبة حلو كيف ان الشيء مش متعود عليه. ان في العادة في الالعاب اللي من نفس الطريقة هي ان تعطي وظائف حق كل occupation حق المهنة تعطي وظيفة معينة. هني ما عندنا الطابع هذا. هني كل حد يتساعد يسوي شيء. لحظة هاي لين في شيء نقدر نصيده؟ ما في شيء نقدر نصيده صح؟ ليش ما اقدر اجمعه؟ only on summer في الصيف بس. والسمك شكله مش شيء اني انا مثلا بستفيد منه بشكل كبير الصراحه. بس هذا يا رس يطبخ. نبى بيت لان الشتاء وعاد احتمال هذا يموت وما نبى يموت. انهم يتساعدون تعرفون كيف مبدا قريه هذا يسار بجلد وغيره من بعيد. وفي ناس راحوا لان صدنا هناك نحن الحيوان هذاك نسيت شو اسمه شو ما كان اسمه يعني صدناه هناك. فهني تساعدون ما في وظيفة معينة حق شخص معين. اللي فاضي يبدأ يساعد الثاني. هذا الحلو في الموبا. الحين بنحاول اني باثنين غير اشوف الاكل وضعه اوكي عندي. بس اللي ابا اذا اجيب نقاط اكثر الحين شو اسوي؟ اوكي انا بقولكم النكست بسوي هذا كومبوزيت تولز ستون بولشينج فلنت سبيرز فلنت اكس. نايس في وايد شغلات ممكن اسويها. هاي شو هذا الاصفر؟ مشكله عندي لايونز هنا انا خايف منهم. هذا شو دونكي؟ مشكله اللايونز عند البيت شوفوا. لهالسبب انا ياس احاول اطور الاسلحه على طول. فاذا طورنا الاسلحه على طول بكون في خطر اقل. ويدونتها بفلنت. زين خلنا نشوف فلنت في مكان ما. نبغى فلنت هذا ما اقدر. لا هذا ريكويرز تك كومبوزيت تول. هذا اللي عقبك انت اقولكم اباه. شوفوا نايس هذا بيسوي لنا في كوبر هني بعد. هذا فلنت نايس. هذا ستون هذا فلنت هذا فلنت. اللي في المنطقة كله محتاجينه تقريبا نحن. نايس نايس. اوكي الحين خلهم يبنون يروحون يبولنا فلنت شوية. وعلى اساس ان الفلنت هذا اذا يبناه بيحلنا وايد مشاكل. بس ما في حيوانات نصيدها في الدرب. لحظة ايوه فيه هذا ان شاء الله يقدرون يصيدونه لانه اولد ميل. اوكي هذا الشيب اظني ما بيركب وايد بسرعة بيكون زين. شيء بشوف كله راقب. اذا هذا بيصيدونه بسرعة بيكون حلو. We have no fuel. In order to cook food, you need sticks logs. اوكي عندنا مكان كامل حق الستكس الحين ولا؟ لحظة. خلنا نسوي هني يمعون ستكس.
اكل المكان كله بوستكس. وعندنا ستكس هنا اوريدي عندي علامة، ليش ما يجمعونهم الستكس؟ عندنا ستكس هنا بعد، تبون ستكس جمعوهن. وهاي شو بلنت ها بعد شلوه في دربكم. اوكي الحين استوى عندنا هاوسنج حق 9 ولا بيوت حق 9. الناس بشكل عام لحظة شو وضعهم؟ اللي محتاجين مورال، الاخلاقيات الى اخره، وشغلات اللي يعبدونها والسوالف اللي اتفقنا عليها، والاكل. الاكل عندي وضعه تعبان. هني قلنا في ستروبري بس كان بيدن اونلي ان سمر، والله ما اعرف اي موسم نحن الحين. عقب الشتاء يكون خريف يمكن. ذبحوه العود ولا ما ذبحوه؟ نايس. يابو عظام وربع العظام. اوكي الحين على اساس ان احنا نسوي ناخذ تولز على طول، وبانتج تولز جداد اللي هن فلنت سبير 2 3، فلنت اكس 3، ابا بك ابا 3، وابا 3، 4 سبير. اوكي لان ال هذا شوفي تريدر، شيبا تريدر شو عنده؟ عنده سترو، عنده بولسز، عنده لذر جلد، عنده خبز، عنده لوك تريد والي 1 3. بناخذ ما عنده 2 خبز، ناخذ الجلد اللي عنده ظني وايد غالي، بنعطيه تولز. شو رايكم؟ عندي تولز وايد، بون ما بعطيه هذا، نستعمل نحن اللي اقوى الحين، فهذا ما نبغاه فعليا. انزين ناخذ من عنده لوك 25 و25. اوكي خلينا نبدل وياك، شكلك ريالا محترم. انزين الحين ناقصنا اظني ستروز وهالسوالف على اساس ان احنا نبني، بس قاعدين نشف جلد. والله شوفوا الجلد يعني مو بوايد ناقصنا، لان قاعدين نصيد يعني بشكل جيد نصيد. خلنا نشوف في شيء شيبه صوبنا يمشي حيوان. مشكله هاي الادلت هاي اللي يركضون ركض يخرب بيت الصراحه. شوفوا الحين ارمش الفلنت اللي موجود، شوفوا فلنت ارمش هذا شو ستون. اروم اسوي ماين حق الستون. نايس. ما اعرف شو بيفيدني الحصه حاليا، لكن انا اتصور لازم ابدا اتوسع واجيب شوي ناس. بس شو لازم اسوي؟ لازم ابدا بزراعه وهاي الامور. كيف اقدر ابدا بالزراعه هني؟ هذا السؤال. لازم انتقل للعصر اللي بعده. دوغ دوميستيكيشن، في عندي كلاب. نايس. في البرودكشن شيء ثاني؟ ليش مورتر؟ هذا شو؟ جرين بروسيسنج، هذا اللي يطحنون القمح، هذا يصبغ الجلود، هذا يحفر بير. هذا شيء مهم. فلنت ماين، مناجم، نايس. ويفر، خياط. عندنا مجموعة أشياء نقدر نسويها ترى، مجموعة أشياء نقدر نسوي. كومبوزيت تولز، أوكي أنا عارف إن عندي كومبوزيت تولز. أنت توك طلعت النوتيفيكيشن صباح الليل، صباح الليل يا ليل. زين خلنا ناخذ الفلنت اللي هني بعد أسود، يمكن هني أحسن مكان أخذ فيه فلنت. وين صار هذا كان ولا هذا؟ شو اللي واقف عنده؟ بور. خلنا نذبحه. يا الدببة أنا ناقص. هذا شيبة ولا لا؟ والله يلحقون حد هاي الجو، هم يصيدون بروحهم أتصور بعض أوقات. تصدقون مش بس أنا أقولهم يعني، يصيدون عادي أظني. زين عندنا 9 ناس، ناس يوم مع السكن الجديد. أنت ليش زعلان ما في أكل؟ أنا أعرف إنه ما في أكل أصلا، بس المفروض إنك تقدر تأكل. لحظة شو هذا؟ عقس سامون وروح التريدر قايس. انزين هيرث شو يباله؟ في فيول، في كل شيء. اوكي هذا في خبز، في ناس عندهم خبز هنا. هذا يعان. نسير كله، انا ما قلت لك لا تاكل، في اكل، سير اطبخ حق عمرك وكل يا اخي. يحسون ان مانع لهم من الاكل وقايل ممنوع ولا شيء. لا مانع عليكم ولا هم يحزنون، سيروا كلوا رغوت ما ياكلون. خلنا نسرع شوي، خلنا نسرع.
الحين محتاجين الحين نفتح شوي شغلات زيادة. we have notebooks we have notebooks we have notebooks. وهاللي قاعد أسويه في الطابور شو؟ هذا اللي يمكن يعني يستوي أغير مكانه؟ لا اللي أحطي أول اللي يستوي أول. بس الزين اللي راح يستوي المشكلة أنا أعطيت السبيرز ولا الرماح اللي عندي حق منه حق التريدر على أساس إن أنا عندي أحسن منهم، لكن في الواقع ما جهزوا ترى الحين قاعد يجهزهم بما أنهم فاضيين مفروض يساعدون على الشيء هذا. أكل مفروض أن أنا وضعي مش أحسن شيء بس مفروض يكون جيد. بس نقدر دوغ دوميستيكيشن أبا كلب والله. هذا سبيرتشوال ما عندنا مشكلة. أرتري أقدر أسوي رماحة الأقواس وأسهم أسمع صوت فيل ولا مموت ولا شيء. خلنا ندخل أن هذا بعيد صح، نحن نبه هذا على طول والمزرعة بعيدة، فخلنا نسوي هذا روم وصيدهم. أوكي بنفتح هذا. أنا أسمع أصوات، وين صارت الأصوات؟ شو يسوون هاي لهني؟ يكون يذابحون مع ربعي؟ يضربون مع الدب. نايس. ايوه يذبحوا. انا بجيب قطعه. انا ما صبحت. كم فيه سامون؟ يا سلام استغلال اولد فيميل. يا جماعه كم سبير عندي؟ والله الوضع مغري. مشكله اذا اهجم على واحد بيهجم علي الثاني. هذا شيبه ابغى اذبحه. اخاف اذبح ربعي. عندي اسلحه عندي كل شيء بس بذبح الربع يا اخي. تعرفون شو ها؟ شو هذا مضروب؟ ها مضروب مضروب هذا مضروب. تعالوا صيدوا تعالوا صيدوا تعالوا بروح بروح. صدقوني ما بيهجموا علي ان شاء الله ما بيهجموا علي ان شاء الله ما بيهجموا علي. في دب ثاني هناك، في دبين. وين ربعي؟ ياس يصلخون الدب الربع يا يلعن الدب يطلع دقه. لا ما يهجم علي. نطحني. اشرد اشرد حطري لك احمر يا ود. ها شو وضع ياس يضربه هذا يروح. اللعبة اكشن زايد. لا شوف متنح ها متنح. خلاص خلي الباقي الربع يساعدونك. خلي الباقي الربع لا بيموت لا تموت. اشرد اروم اخليه يشرد. هي اشرد اشرد يا غبي اشرد اشرد اشرد. انا غلطان والله اظني كان بيذبحها. والله اتصور انه كان بيذبحها. تعالوا انتقموا حق ربيعكم. وينكم؟ ما حد كفو؟ ما حد كفو ينتقم حق ربيعه؟ ولو انا موجود كنت جاي الحين من زمان. ايها الاوغاد وين خايفين منه؟ تعالوا وينهم؟ ما بيهم شكله بيروح بيتعالج هاي هاي جايين. يا سيمون سمان رغود تعالوا بنذبح الماموث. والله سويتها رحلة صيد انا ما لعبة بلدنج. والله ما تضربه وحدة. والله اظني حرام اني خليته يركض ذاك. لو ما خليته يركض ستة جلد سبع لحم. ياس يلحقون منو؟ يلحقون الربع. انا مسوي مشاكل من الصبح والله مسوي مشاكل مسوي مشاكل مش طبيعية. وين ياي هذا وين؟ اوكي نايس. في عندنا سمك اصلا في المكان ولا نشف؟ لا زين زين في مكان في مكان في مكان للحين. والله الصيد هذا والله مشروع ناجح. اوه يبالي تصليح. في اظني هذا اوتو ريبير دام انه والع. ايه يستوي له ريبير بروحه. اوكي نايس. عندي واحد مسكين مات بس في البروسس. الحين ابغى دوغ دوميستيكيشن. ابغى اجيب كلاب. لحظه كيف اقدر اصيد شيء؟ اجيب شيء اخليه حقي. لحظه خلينا نشوف. هذا ما عليه علامه. اللي اقدر اصيد اللي اظني بيكون دونكي شيب خرفان هالسوالف. اظني الكلب اصلا عشان اجيبه لازم نفس الطريق. زين الخنزير جانب يربون خنازير.
لا حاليا، لا حاليا ما في شيء اني اقدر اسويه. بس لحظه، كان عندي منجم هني، حد يطلع منه شيء؟ لا ولا حد سوى له سالفه الرغود. زين، يمكن معدات الحين ما سووا لهم. في كرقات ارقد، انا ما قلت حد حد فيكم انه لا يرقد، ترى ما اذكر هالشيء. زين، انت ما عندك شيء تسويه؟ تسوي لهم بك زياده، تسوي لهم فلنت اكس. نبا كم فلنت سبير عندنا؟ نسوي 3 4 فلنت سبير، وعندنا ثياب زيادة. نبا 1 2 3 احتياطا، لان عندنا جلد ما شاء الله، عندنا كمية طيبة. اظني اقدر اسوي لهم ثياب. هي عندنا، تشوف، 9 ناشف، 2 جلد، وعندنا رو سكن. ما اعرف كيف اسوي هذا، بس اوكي. الحين نبغى فلنت، فلنت مفروض عندنا منجم كامل. احنا فلنت، فلنت من الصبح قاعد اقول لكم جمعوا وما تجمعوا. الصبح شو اقول؟ انا اظني هاي نفسهم، انا قلت لهم انهم يجمعونهم، ترى على فكرة ما جمعوهم، لو انهم جمعينهم ما كان صار هذا فيهم. والله انا سويتها رحلة صيد يا جماعة، المفروض ابى دوغ دومستيكيشن، اذا شفت شيء ابى اسوي دوغ مودي. ايه المهم، نحن حطينا حضارة وسويناها رحلة صيد هالحلقة. المهم نشوفكم في حلقة قادمة على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.